شكلك مبسوطة قوي. عيب عليك يا بنتي، أمال إيه؟ رايحة فين؟ يا دوب ألحق أمشي عشان ألحق أودي طارة للدكتور، وعايزة ألحق أكتب شوية قبلها. على فكرة طارة دي مش صغيرة، يعني ممكن تروح للدكتور لوحدها ولا إيه؟ وبصراحة أنا قلقانة عليكي، حاسة إن موضوع حمل طارة ده ليه علاقة بحملك اللي ما كملش. إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ لا ما تخليش خيالك يروح لبعيد، موضوع ملوش أي علاقة بالحمل. أنا بس بساعدها عشان صعبانة عليا. أنتِ حرة يا فريدة، بس بالراحة على نفسك. أنا عارفة إن أنتِ شايفاني مجنونة عشان بساعدها، بس والله العظيم البنت ملهاش أي حد. صدقيني الموضوع ملوش علاقة بالحمل. ما تقلقيش، طلعي القصة دي من دماغك. ماشي، خلي بالك على نفسك. حاضر. باي. داليا، شايف العك اللي هم عاكينه؟ محدش في المصنع أخد باله، أنا مشغل شوية أغبية. معلش يا حبيبي، أكيد ليها حل، أنت هتعرف تتصرف صح؟ لا طبعًا، ده هكلفنا تمن التصنيع من أول وجديد، والمصنع أوريدي عنده مشاكل. داليا، I'm sorry. أنا مش قصدي أتعصب عليكي، بس زي ما أنت شايفة كل يوم في مشكلة. ولا يهمك يا حبيبي، أنا بس بيبقى نفسي أساعد. بقولك إيه؟ فريدة عاملة عشا النهاردة وعزمانة، ما تيجي نروح نغير جو وتروق شوية. يا ريت. خد بقى، اشرب الشاي وروق أعصابك. على مهلك. ولا مهلك. تعبانة. سلامتك حبيبتي. معلش يا فريدة، ممكن مية؟ اه طبعا حلو. بس الحمد لله الدكتور طمنا وكله كويس. كده كله كويس؟ امال لو مش كويس بقى؟ معلش كله بيعدي. ايه مالك بس، في ايه؟ انت طيبه قوي يا فريده، انا بجد تعبتك معايا. انا بفكر اروح المستشفى اقعد هناك، وكفايه عليكي بقى. انت مش ناقصاني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عيب كده؟ معلش هي فتره صعبه وهتعدي على خير ان شاء الله، ونطمن عليكي انت واللي مغلبنا ده. معلش. ايه ده، في ايه؟ في ايه مالك؟ هترجعي؟ لا السجاده، تعالي تعالي على الحمام. على الحمام.